الاستعلامات احد الشعب التابعه لقسم الاداره والتجهيزات. مهام شعب الاستعلامات انه توجيه المراجعين وتسهيل امورهم وتذليل كافه متطلبات المراجعين عند موظفين اثنين، توجيه المراجعين الى الاقسام المطلوبه حسب توجيهات السيد مدير عام تربيه اثنين والمحترم، وجود من كل قسم موجود موظف داخل شعبة الاستعلامات، استلام الطلبات من المراجعين، تذليل كافة الصعوبات على المراجعين. للعلم يعني يوميا يجي أكثر من تقريبا 2000 إلى 3000 مراجع عداء التربية اثنين، ولكن الحمد لله والشكر الأمور جيدة جدا وماكو أي صعوبة للمراجعين. خالد إبراهيم أحمد الحديدي مدير استعلامات تربية اثنين.